شدا قد شدا والثور بل له التبدل والندى طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحي القيوم، الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، الحمد لله الذي يسر لعباده سبل التوبة وفتح لهم أبوابها فلم يغلقها ليلا ولا نهارا، فإن التائب إذا تاب إلى ربه فعاد صباحا قبله وعاد مساء قبله، فهو سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فاللهم إنا نتوب إليك توبة اجعلها نصوحا خالصة لوجهك الكريم وتقبلها منا، واجعلها توبة تمحو بها خطيئاتنا وتكفر بها ذنوبنا وتخرجنا بها من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. ثم أما بعد، فما زلنا بحول الله وقوته مع التائبين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد الأمين. مع التائبين نسأل الله توبة يرضى بها عنا. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. مع التائبين، ونشرع اليوم في سلسلة جديدة هي أخطاء في التوبة. كثير منا يتوب، ولكنه بعدما يتوب لا يجد فرقا قبل التوبة وبعد التوبة، بل سرعان ما يعود لنفس الذنب ونفس الخطيئة ونفس العمل مرة أخرى. فما السبب؟ لأن هناك أخطاء في التوبة. كثير منا يذنب ويدعي أنه يتوب وهو مقيم على الذنب، كثير منا. فمعنا السلسلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها بركة مبروكة خالصة لوجهه الكريم. وأول خطأ في أخطاء التوبة هو التسويف. التسويف في أبسط معانيه هو التأجيل أو التأخير. يعني أنت تقول الواحد هتتوب، ناوي تبطل سجاير؟ إن شاء الله هبطل. طبعا هبطل، لازم بطل، مش هبطل ليه؟ بس يعني أنا عندي مشكلة، تخلص المشكلة بتاعتي دي وخلاص مش هشرب سجاير ثاني. واحد تاني، انت مش هتبطل تاكل ربا؟ طبعا ما هبطل، مش هبطل ليه، لازم بطل يعني. بس المشروع اللي معايا ده محتاج راس مال كبير، وانا ما اقدرش اقوم بيه لوحدي، فاخلص بس المشروع ده واتوب. فالتسويف انك انت بتؤجل التوبه، فانت عمال تاجل تاجل. المشكلة ان الانسان اما بيأجل التوبة ان الموت ممكن يأتي بغتة. ممكن الموت يخطفك وانت على الذنب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: موت الفجاءة أغزة أسيف. قطب. كنت لسه بسأل امبارح، اللي بيموتوا فجأة لو احنا حسبنا انهم 1000، ممكن كم واحد من 1000 دول يموت وهو ساجد او بيقرأ قرآن او واقف بيصلي؟ نسبة تبقى كم في 1000؟ فما تسوفش. العلماء بيقولوا ان التوبة واجبة على الفور. ربنا عز وجل قال كده: والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا.
الفاء تفيد الترتيب والتعقيب السرعة. الحديث كده: ربي أذنبت ذنبا فاغفره، بعد ذنبه مباشرة. فتسويف وتأجيل التوبة مشكلة كبيرة، مشكلة من جهتين. الجهة الأولى الكبيرة اللي هتبقى مشكلة حقيقية، انك انت تموت وانت مصر على الذنب، او تموت وانت بتفعل الذنب نفسه. يعني كثير مننا ارى او شاف صور للي بيموتوا في بقه السيجارة او في بقه الشيشة او في بقه ازازة الخمرة، او بيموت هو على صدر امرأة اجنبية لا تحل له الزنا، او بيموت هو بيتفرج على مقاطع مشبوهة مشمومة، او بيموت هو او بيموت او. فهذه الازمة، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاش على شيء مات عليه، ومن شاف على مات على شيء بعث عليه. فانت لو قابلت ربنا بالهيئة دي هتقول له ايه؟ يعني انت ممكن تخدعني، لكن هتقول لربنا ايه؟ يخادعون الله وهو خادعهم، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هتقول لربنا ايه؟ صحيح اصل الموضوع ما فيهوش حل. يعني ايه؟ انت ممكن تضحك عليا وانا مضطر اصدقك، انا ماليش الا الظاهر، لكن مع ربنا هتقول ايه؟ الاشكال الثاني ان الانسان اذا اذنب ذنب مع الوقت، احنا في العصر الحديث طلع عندنا مصطلح اسمه ادمان. ففي ناس ادمنت المقاطع الاباحيه، وفي ناس ادمنت السجاير، وفي ناس ادمنت الشيشة، وفي ناس ادمنت الحبوب المخدرة، وفي ناس ادمنت، وفي ناس ادمنت. فاصبح هو عشان يبطل الذنب يقول لك: لا انا ما اقدرش، ما ينفعش، صعب جدا عليا، ما اقدرش، اتعب جدا جدا. يعني انا لو ما خدتش البرشامة دي افضل يومين عظمي كله بيوجعني، ما اقدرش اركز، معرفش اصحى، معرفش. وطبعا لو كلكم قراتوا عن حاجه اسمها الاعراض الانسحابيه بتاع المخدرات وبتاع البرشام وبتاع الادويه والحاجات اللي الناس ادمنوها، فنسال الله العافيه لنا ولا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ان العبد اذا اذنب ذنبا نكتت في قلبه نكته سوداء. فإذا تكاثرت الذنوب، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: كلا بل رانا طبع على القلب. فلو مت ومطبوع على قلبك، أو باب التوبة أغلق، لأن التوبة بتغلقش إلا في حالتين اتنين: يا إما الروح تصل الحلقوم، الإنسان يعبدئ أي يغرغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والثانية النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. فأول خطأ تسويف، ما تسويش، أذنبت توب، أذنبت ثاني توب ثاني، أذنبت ثالث توب رابع، أذنبت توب ألف توب مليون. ربنا اسمه غفر على وزن فاعل، واسمه غفار على وزن فعال، واسمه غفور على وزن مفعول، ودي صيغ مبالغة، فعال وفعول يعني كثير المغفرة. فإذا أخطأت ارجع، اوعى تقعد عندك، تقعد عندك ليه؟ التسويف في الذنب مذموم من كل اتجاه. عشان كده الراجل بيقول كلمتين خطار جدا، ركز معايا بس الله يكرمك. بيقول ايه؟ إلى كم تماطلون بالعمل وتطمعون في بلوغ الأمل وتغترون بفسحة المهل ولا تذكرون هجوم الأجل، ما ولدتم فللتراب، وما بنيتم فللخراب، وما جمعتم فللذهاب، وما عملتم
ففي كتاب مدخر ليوم الحساب. اللي عمال تسوف مش عايز تتوب عشان الدنيا، عشان الولاد، علشان ما ولدتم فللتراب، كان الشاعر يقول لدوا للموت وابنوا للخراب، كل مولود ميت، وما جمعتم فللذهاب، وما عملتم ففي كتاب مدخر ليوم الحساب. يا أخي كم من يوم قطعته بالتسويف وأضعت فيه التكليف، وكم من أذن لا يردعها التخويف، أما اعتبرت بمن رحل، أما وعظتك العبر، أما كان لك سمع ولا بصر، يا بطال إلى كم تؤخر التوبة، وما أنت في التأخير بمعذور، إلى متى يقال عنك مفتون ومغرور، يا مسكين قد انقضت أشهر وأنت تعد شهور، أترى مقبول أنت أم مطرود، أترى مواصل أنت أم محجوز، أترى تركب النجب غدا أم أنت على وجهك مجرور، أترى من أهل الجحيم أنت أم من أرباب النعيم والقصور، فاز والله المخفون وخسر هنالك المبطلون، ألا إلى الله تصير الأمور، يا من سوف بالمتاب حتى شاب، يا من طبع في الغفلة أيام الشباب، يا مطروبا بذنوبه عن الباب، إذا كنت في الشباب غافلا في الشبيب وفي المشيب مسوفا، متى تقف بالباب، كم عوملت على الوفاء، ما هكذا فعل الأحباب، الظاهر منك عامر والباطن ويحك خراب، الظاهر منك عامر، الظاهر منك عامر، والباطن ويحك خراب، كم عصيان، كم مخالفة، كم رياء، كم حجاب، والله ولا طيب العمر في الخطايا، يا ترى تعود إلى الصواب، ما بعد المشيب لهو، كيف يجمل بالشيخ التصاب، أنت لو قدمت في متقادم عمرك الطاعة لخفف عنك الحساب، كيف والعمر ولا في الغفلة وفي طلب الأسباب، إذا أنذرك المشيب بالرحلة ولم تقدم الزاد، ماذا يكون الجواب، ولله ضر من قال، ولو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء،
ولو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل عن كل شيء. أيها المسوف، تسأل عن كل شيء. يقول أحدهم إن كتاب العبد يكون معلق في صدره، فكلما فعل شيئا كتب في كتابه، فيأتي يوم القيامة ويكون كتابه في صدره، يقال له اقرأ كتابك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كتابك في رقبتك، اقرأ ما تبتش ليه، ما تركتش المعاصي ليه، اتسوف ليه، بلغت المشيب وما زلت تعصي يا عاصي، أما أنظرك المشيب. إن الله إذا بلغ العبد الستين فقد أعذره، ما فيش عذر تذنب ليه. عشان كده تأتي يوم القيامة، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، وبرضه كذاب، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كل يوم القيامة إلا من رحم الله والرب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيكون الرد كلا إنها كلمة هو قائلها. كان يوسف بن إصبات عليه رحمة الله يقول: أيا أخي، إياك وتأمير التسويف على نفسك، ما تخليش التسويف الأمير بتاعك هو اللي يقود خطاك، إياك وتأمير التسويف على نفسك وإمكانه من قلبك، فإنه محل الكلال وموئل التلف وبه تقطع الآمال وفيه تنقطع الآجال، فإنك إن فعلت ذلك أبدلته من عزمك وهواك علي فعلا. واسترج من بدنك من السآمة ما قد ولى عنك، فعند مراجعته إياك لا تنتفع نفسك من بدنك بنافع. وبادر يا أخي، أسرع، فإنك مبادر بك، بادر بالتوبة حتى لا تؤخذ على الذنب، وأسرع فإنك مسروع بك، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وجد، جد في التوبة، فإن الأمر جد، فإن الأمر جد. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني تبت، يا ريتني بطلت الذنوب، يا ريتني بطلت المعاصي، يا ليتني قدمت لحياتي، فيكون الرد، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لما تقرأ في طرق التعذيب شيء عجيب، فإذا كانت هذه قدرات البشر فما بالك بقول رب الجلال والإكرام الجبار المتين القوي القاهر.
عندما يقول لا يعذب عذابه أحد. يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ في ساعتها لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ما حدش يعرف يكتفك التكتيفة دي. وجد فإن الأمر جد وتيقظ. وتيقظ من رقدتك. تيقظ من رقدتك فوق بقى. وانتبه من غفلتك. وتذكر ما أسلفت وقصرت وفرطت وجنيت وعملت. تذكر ما أسلفت اللي عملته زمان. وقصرت في حق الله. وفرطت فيما كلفت به. وجنيت على نفسك وعملت. فإنه مثبت محصي. كل شيء مكتوب. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كله مكتوب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كل حاجة مكتوب. فكأنك بالأمر قد بغتك فجأة. فاغتبطت بما قدمت. فاغتبطت بما قدمت أو ندمت على ما فرطت. ما عندكش إلا حاجتين. يا فرحان باللي عملته بالتوبة بتاعك، يا ندمان على اللي فاتك. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. التسويف أكبر خطأ. إذا أذنبت فعود، إذا أذنبت الثانية فعود، إذا أذنبت الثالثة فعود، إذا أذنبت الألف لا يمنعك الحياء أن تعود. ولو أذنبت في كل يوم 1000 مرة. لكن لا تغلق. القصة حكيتها لكم قبل كده وما فيش مانع أن أنا أحكيها تاني. سهيل بن عمرو خرج في قافلة هو ومراته. فخرج عليهم قطاع طريق. خدوا فلوس وخدوا أكل وشرب. وبعد ما خدوا كل ده قعدوا ياكلوا. زعيم العصابة سابهم وقعد على جنب. فسهيل بن عمرو بيقول له يعني ما تاكلش الأكل مش في المستوى يعني ولا حاجة. لماذا لا تأكل معهم؟ قال إني صائم. قال عجبا. عجبا. رئيس عصابة بتاع قطاع طرق وصايم. قال إن بيني وبين الله بابا لا أغلقه. بعد 2 سنين قبله في الحج قال أنت أنت؟ قال نعم. ألم أقل لك بيني وبين الله بابا لا أغلقه؟ فأنت خلي الباب اللي بينك وبين ربنا التوبة. إذا أذنبت تب وعد وتذنب وتعود وهو يغفر ويرحم ويعفو. إذا التسويف إنك أنت متأجلش، متأجل التوبة نهائي. عشان كده لما نيجي ايه هي اسباب التسويف؟ اسباب التسويف عندنا 3 اسباب. اول حاجة رؤية الهوى العاجل. الانسان اذا خرج عن الشريعة ولم يحكم الشريعة في نفسه قاده ذلك الى هواه. فاصبح اسير هواه. يبقى الانسان هنا بيعبد شهوته. فهو له مزاج يعمل دي بيعملها. ملوش مزاج يعمل دي ما بيعملهاش. فهو يصبح هواء. ربنا سبحانه وتعالى علمنا كده. قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه يقول كلما هوي شيئا ركبه. الراجل ده ممكن يبقى يعني ممكن يبقى في سبع عالم دين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ أخف ما أخف على أمتي كل منافق عليه من لسان. فيجي الراجل ده في ثوبه وهيئته دي كان زمان بيرى ان الربا حرام. حط في مكانه اتحط في ده فعايز فبهواه عايز الربا. عنده فلوس حطها في البنك عايز يتعامل مع البنوك عايز. فيروح نائل ويشتغل بهوى ويقول لك الربا حلال. يقول لك البنوك حلال. فانتقل الامر هنا ان هو ايه؟ الى الهوى. الرجل قال له رجل ماذا فعلت بك الفتنة؟ إيه الفتنة عملت فيك إيه؟ قال وأي فتنة؟ قال ما كنت تراه حلالا ما
ما كنت تراه حراما صرت تراه حلالا. هي دي عين الفتنة. لكن هو بيقول عليه حرام. النهاردة كان زمان طلعت هوجة كبيرة ان الختم مش من الدين. ان طلع هوجة كبيرة ان النقاب مش من الدين. طب لما هو النقاب مش من الدين امال هو من ايه؟ من الكفر؟ يعني ما احنا عندنا حلتين، حلين، يا من الدين مش من الدين يبقى من الكفر. طيب احنا بنتشبه بالكفار في كل حاجة دلوقتي، في كل حاجة. طيب لو النقاب من الكفر ما احنا بنقلدهم، ما تسيبونا نقلدهم. تاني حاجة لما النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة، يبقى ده ما كانش من الدين على أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ هل كل واحد عايز يتكلم في حاجة في أسهل حاجة يقول كده من الدين ليست من الدين؟ ومين اللي حطك أنت حكم عشان تاخد دي تحطها في الدين وتشيل دي من الدين تقول مش من الدين؟ هل ربنا أذن لك بكده؟ يعني إيه؟ يا أخي نصيحة لوجه الله الكريم، هل أنت تستطيع أن تقف أمام ملك الملوك وتقول له أنا قلت إن النقاب مش من الدين؟ هل يعني هل تستحي أن تقف أمام الله وتقول له أنا قلت إن المتبرجة أفضل من المنتقبة، العريان أفضل من المستترة؟ مين اللي قال كده؟ في شرع مين ده؟ يا إما ده شرع جديد إحنا ما نعرفوش. يعني الأسوأ من ده كله إن لما تطلع من واحد عامي ماشي، لما تطلع من واحد جاهل ماشي، لكن لما تطلع من راجل دين يعني كيف تستوي حتى من كشفت وجهها بمن غطت وجهها؟ يعني واحدة مستترة بس كشف وجهها مع واحدة مستترة مغطية وشها، إزاي يستوي؟ يعني هو محل النظر ومحل الزينة فين؟ مش في الوجه. فازاي يعني ازاي فازاي هواك يحملك ان تقول على الله بغير علم؟ لا انت انت مش بتقول على الله بغير علم، انت بالظبط كده بتعود هواك. افرايت من اتخذ الهه هواه؟ سبحان الله. اذا كملت الايه واضله الله على علم وختم على قلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله. طب ليه يعني؟ طب ايه وجه الفايده يعني؟ طب انت عايز تعرف وشها ليه؟ يعني اذا كانت مراتك معريه وشها وبنتك واختك في واحده مستتره، ما تسيبها مستتره، يعني ما تسيبها متغطي، هي مضايقك في ايه؟ يعني سبحان الله، يعني واحده متغطيه وواحده عريانه، طيب هي متغطيه، طب هي مضايقك في ايه؟ ما تسيبها متغطيه، انتوا مش عايزين تتغطوا سيبوها هي متغطيه. هي بتتقرب الى الله عز وجل بالحجاب، انتوا بتتقربوا الى الله عز وجل بالتعري، وتقولوا ان التعري ده فضيله، والناس اللي متعريه دي ناس محترمه جدا ومؤدبه جدا، والمهم الاخلاق والمهم الجوار. خلاص خليكم انتوا في القيم بتاعتكم، خلينا في القيم بتاعتنا. فانا مش فاهم. فهي دي قضيه اتباع الهوى. انت كيف تتحمل؟ اقول لي بس كيف تتحمل ان انت عارف انك انت هتموت، وانت بتقول لي ناس انت هتموت وتتحاسبه، وانت هتموت وتتحاسب، ومع ذلك الراجل كان قال للحجاج قال له ايه؟ قال له كلمه عجيبه جدا جدا جدا، يعني الكلمه دي مرعبه ولازم كل واحد بيفتقد على الدين وبيحاول يضل عباد الله عز وجل يحط الكلمه دي قدامه. الراجل قال للحجاج ايه؟ عجبت لجرأتك على الله وحلم الله عليك. فاحيانا هي الجمله دي ما تنفعش تتقال غير كده. عجبت لجرأتكم على الله وحلم الله عليكم. والله عجيب ان ربنا شايفكم وتضلوا عباد الله عز وجل وسايبكم كده. فلا ليس يدل ذلك الا على حلم الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، صلى الله عليه وسلم قال ما من احد اصبر على اذى يسمعه من الله. فالمنع من التوبه الهوى، انك انت ليك هوى
واحد عجبه فلوس وعجبه الفلوس عنده فلوس البنك، فبيقول لك انا حط فلوس البنك، البنك بيديني مضمون كل شهر 10% ولا مش عارف كل بيدي الفايده 17% ولا 16%. طب انا هشيلهم في البنك احطهم فين؟ طب مين اللي هيديني الربح؟ ده فلوسي مضمونه. ازاي تبقى فلوسك مضمونه؟ والامام مالك عليه رحمه الله بيقول بحثت في القران كله عن اكبر ذنب فما وجدت أعظم من الربا، لأنه الذنب الوحيد الذي توعده الله بالحرب، فأذنه بحرب من الله ورسوله. في ذنب تاني في القرآن كله ربنا توعده بذنب إلا هذا الذنب. فعشان كده إذا كان هواك في غير طاعة خاف، خاف وارجع، خاف تموت على كده. إذا مت إذا مت وفلوسك في البنك وانت بتاكل من ربا وكل ما نبت من سحت فالنار اولى به، هتقول لربنا ايه؟ الست اللي عماله تقلع في هدومها وتقطع في هدومها وتقول لك يعني بس استمتع بالدنيا شويه، استمتع بجمالي. تستمتعي بجمالك ايه؟ الجمال اللي هتستمتع بيه؟ ايه الميزه ان الناس كلها تتفرج؟ يعني انا مش شايف ميزه ان واحد يبقى ماشي ومعاه مراته والدنيا كلها بتتفرج، او بنته والدنيا كلها، او هو قاعد في بيته راجل، ممكن يبقى راجل محترم مؤدب ونحسبه على خلق ومصلي، وبنته خارجه فعماله تبعت له زينه زينه زينه، عمال يتطلع عليه وهو قاعد في بيتهم. ما هي كل عين تنظر اليه يكتب له بها زانيه. هو قاعد في بيته، ممكن يبقى قاعد في المسجد وماسك المصحف والزين عمال يطير له، يطير يطير، خد زانيه خد زانيه خد زانيه. ايه انه منطق وانه عقل ده؟ يعني فين الغير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ديوس الذي لا يغار على أهله. إزاي أنت تبقى مراتك خارجة وأنت عارف أنها ممكن يتبص عليها؟ يعني أنا كنت زمان بقول للناس يا جماعة في قضية النقاب في الأول ما تاخدوهوش دين، خدوه غير. أنا 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 مراتي بغير عليها، حد تشوف مراتي ليه؟ وانا اشوف مراتك ليه؟ اذا كان عاده من عادات العرب الشرع ايدها. يدنين عليهن وليضربن عليهن بخمورهن. الشرع ايدها، القران ايدها، السنه ايدها. رحم الله نساء الانصار لما نازلت ايه الحجاب اعتجرن بمروطهن فاصبحن لا يعرفن. فاول حاجه في التسويف انت واحد تقول له يعني ايه يا ابني توب بقى كفايه كده. بص يا عم الشيخ، انت عشت لك يومين وعشت شبابك، ما تجيش بقى وانا كده تقول لي ايه ما تسيبني اعيش يومين زي ما انت عشت. يا ابني انا حتى لو انا افترضت ان انا عشت يومين، لما ربنا سخر لي سبل الهدايه اخذت بيها واهتديت، فانا ربنا سخرني ليك عشان اقول لك توب. انا ربيتني بعتني اليك انت عشان اقول لك توب. فانا نصيحتي ليك وده واجب عليا، وواجب عليك انك تقبل النصيحه، وهذه هي خيرات الامه، كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فخيريتي ان انا اقول لك اللي انت بتعمله في ده غلط. واجب عليك انك انت تقبل النصيحه وتعمل بيها. فسيبك من الهوى، هتستمتع بشبابك. مين اللي قال انك انت بتموت وانت كبير؟ مين اللي قال انك انت لازم تمرض؟ مين اللي قال لك انك ممكن تدرك التوبه؟ دلوقتي ما اكثر الاموات اللي واخد بقت خلاص يعني ايه؟ بقت حاجه عجيبه، تروح تصلي على واحد في المسجد فيقول لك معلش انت عارف هو مات ازاي؟ لا اصل هو خد بس حقنه فيها جرعه زياده فمات. معلش هو حد حقنه جرعه غلط ما عرفش يديها نفسه فمات. معلش ده مات في الحمام عشان كان بيضرب له حقنه، ده مات. فبقت ظاهره. معرفش انتوا لامسينها ولا لا، بس دي ظاهره موجوده في المجتمع. يعني ايه احنا ما ينفعش نبقى منفصلين عن المجتمع، فدي من الظواهر الموجوده في المجتمع. فيا جماعه الهوى العاجل، عايز تستمتع بالدنيا دي ما فيهاش متعه. ربنا سبحانه وتعالى قال كده ولقد خلقنا الانسان في كبد مشقه وعناء. الراحه في الجنه. الامام احمد لما سئل متى الراحه؟ قال عند اول قدم تضعها في الجنه. عمر بن عبد العزيز عليه رحمه الله لما سئل متى الراحه؟ قال لا راحه الا تحت شجره طوبه في الجنه. فسيبكم من قضية الهوى. يعني ايه؟ ما تخليش هواك يخليك تأجل التوبة، لأن ممكن الموت يبغتك فمت على ذنبك، هتقول لربنا ايه؟
اللي هتموت عريانة دي هتقول لربنا ايه؟ يقول لها ما سمعتيش ولا آية عن الحجاب؟ ما قرتيش ولا حاجة عن الحجاب؟ ما حدش قالك عن الحجاب؟ اللي تقول جوزي راضي بكده لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، اللي جوزها بيحلف عليها تبقى طالق بالتلاتة لو لبست النقاب، ربنا يحاسبك على الكلمة دي؟ ربنا يحاسبك عليه انك انت بتصد عن سبيل الله؟ هي ست عايزة تستتر وتستر نفسها فلا يراها الا انت، وانت تعملها معلط؟ اللي بنته بتلبس الحجاب ويقطع ويخرجها عريانة هتقول ربنا ايه؟ تاني حاجة من اسبابي تسويف التوبة الغفلة. احنا عندنا اصبحنا في انهماك في مش عارفة هي ليها مصطلح انا كنت اخترعته، معرفش المصطلح ده اسمه ايه، اسمه انغماس تام في الدنيا. كان راجل مطلع مصطلح جميل جدا جدا، المصطلح ده كان عاجبني جدا. بيقول لك ان هو واحد كان بيكتب كلمة عن الماتش، فبيقول لك ان الفريق كان عمل استحواذ كامل على الملعب. فدلوقتي اصبحت الدنيا عاملة استحواذ كامل علينا. فممكن تسأل واحد هو انت ما بتصليش ليه؟ ما فيش وقت. يعني ما فيش وقت؟ انت بتعمل ايه؟ لا مش فاضي بصراحة. كانوا بيحكوا عن مدير صاحب مجموعة شركات، خد المديرين بتوعه ودخل اجتماع، فدخل اجتماع الساعة 9 الصبح. فقعد في الاجتماع يناقش قضايا وكلام وبتاع وحكايات وروايات والشغل وهننتج ونعمل ونسوي. فخرج فبيقول لهم يا جماعة انتوا بصراحة غلطانين جدا، انتوا اخرتوا علينا صلاة الظهر. ما حدش قال ان الظهر اذن ليه عشان نصلي. قال له الظهر ايه ده، العشاء اذنت. فعلى الظهر وعصر ومغرب وعشاء منهمك. فده الاستحواذ الكامل على الدنيا، اللي الدنيا مستحوذنا، فاحنا في غفلة عن الاخرة. في غفلة تماما. يعني ايه؟ مفيش حد فينا متوقع الموت ولا بيفكر فيه ولا بينشغل بالعبادة. حتى في العبادة احنا ايه، انا ليا مصطلحات في العبادة، ان احنا اصبحنا زي الموظفين في العبادة. حضرتك بتمضي في الصلاة حاضر الله اكبر، وتمضي انصراف السلام عليكم، واللي في النص انت مش موجود. احنا زي موظفين الحكومة، اهم حاجة تمضي الصبح حضور الله اكبر في الصلاة، واهم حاجة تمضي انصراف السلام عليكم في الصلاة وبس. اللي في النص انت مش موجود، النص انت ايه، رايح خالص. السبب الثالث من اسباب التوبه، من اسباب السبب الثالث من اسباب الايه، من اسباب التسويف، رجاء الرحمه. كلنا تماما عايشين مع قناعه تامه ان ربنا غفور رحيم، بس يعني ربنا غافر الذنب وقابل التوبه، بس ما فيش شداد العقاب. يعني ايه؟ كلنا فاهمين ان ربنا سبحانه وتعالى هيجي يوم القيامه يقول هؤلاء الى الجنه ولا ابالي. طيب ما فيش هؤلاء الى النار ولا ابالي؟ كلنا فاهمين نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، وناسين تماما ان عذابي هو العذاب الاليم. بس ليه متعلق برحمه ربنا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اني وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ادري ما يفعل بي ولا بكم الا ان يتغمدني الله برحمته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اللي فات واللي جاي. يعني هو لو عمل ذنوب في المستقبل ذنوب مغفور، انت ما تعرفش اللي فات اتغفر عجل فضل عن المستقبل. يعني امبارح كنت بكلم مع واحد فبيقول لك ايه؟ ما احنا بنعبد ربنا، وكل ان احنا بنعبد ربنا ده فمعنى كده ان ربنا بيحبنا، وبنعمل اعمال صالحة كتير. احنا بنصلي وبنصوم وبنتصدق وبنحج وبنعمل، فده علامة كويسة. مين اللي قالك العلامة كويسة؟ يعني عبد الله بن ابي بن سلول ده مش كان بيصلي؟
كان بيصلي مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيجاهد المنافقين دول، المنافقين اللي هم ماتوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فينا منافقين ماتوا بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قعدوا عهد سيدنا عمر، سيدنا اللي كان عارف الوحيد اسمهم حذيفه بن اليمان. فسيدنا عمر رضي الله عنه لما يلاقي حذيفه بن اليمان رضي الله عنه ما بيصليش على ميت، يروح سيده عشان يبقى عارف ان ده منافق. المنافقين دول كانوا بياكلوا ويشربوا ويصوموا ويحجوا ويجاهدوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ايه؟ منافقين. وربنا قال كده ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. المنافقين دول اللي ايه؟ اللي قالوا كنا نخوض ونلعب، قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد ايمانكم. دول كان في جهاد مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خارجين يقاتلوا في سبيل الله. الراجل اللي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقاعدين كده الصحابه بالليل بقى بعد يوم جهاد، فقاعدين بيكلموا يقولوا ما ابلى فينا مثل فلان. ما حدش بقى قاتل فينا مثل فلان. ده كان لا يدع شارده ولا ورده، يلاقي واحد كده يروح جاي يحاربه وجحد كده، الصدمه جالهم هو في النار. ويعني هي الكلمه اللي تخض ان 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 حسن البصري كان قال كلمه عجيبه جدا. كان قال ايه؟ قال اني اخاف ان يكون الله عز وجل، اني اخاف ان يكون الله اطلع على احد ذنوبي فقال ذهب لا غفرت لك. وفي الثانية قال اني اخاف ان يكون الله اطلع على احد ذنوبي قال اذهب فاعمل فلا بعمل. زي بالظبط اللي عمال يطحن في دقيق، صوم مصلي كل ده مش مقبول. فليه راكن قوي كده؟ ليه راكن للرحمة يعني؟ ليه مش العذاب يعني؟ ليه انت واثق انك انت هتخش الجنة يعني؟ وبعدين السويعة في النار مش سويعة، دي غمسة، يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة فيقول ما رأيت نعيما قط. دي غمسة واحدة. فما بالك بقى اللي بيقعد في آخر ناس يخرجوا من النار الجهنميون، انت حشتهم النار كلتهم. فما تتعلقش بالرحمة قوي، الرحيم هو شديد العقاب، هو سريع الحساب، هو المنتقم، هو الجبار، هو القوي، هو المتين، هو ذو بأس شديد. يبقى أنا عندي التسويف إن أنا بأخر التوبة. أول خطأ من أخطاء التوبة التسويف. أذنبت توب على طول. أنا بسوف عشان ثلاث حاجات. أول حاجة من أسباب التسويف في التوبة الهوى. إن أنا بمزاجي، أنا عاجبني أبص على النسوان. أنا عاجبني أتفرج على أفلام. أنا عاجبني إن أنا أعيش في الربا. فهوايا ياخدني لحد ما أوصل لمرحلة إن أنا بستحل الحرام. الحاجة الثانية الغفلة. إن أنا مشغول، منهمك، ناسي الآخرة، ناسي الموت. ثالثة ان ارجو الرحمة. في رحمة في عذاب، في مغفرة في عقوب، في جنة وفي نار. فانت ليه حطت الجنة والناس النار؟ كما ان الله خلق الجنة اهلين خلق لنا للنار اهلين. ليه انت قلت انك انت من اهلين الجنة ونسيت انك انت ممكن تبقى من اهلين النار؟ ايه كارت الضمان اللي معاك؟ شهادة لا اله الا الله. ايه يعني ما مليارات يقول شهادة لا اله الا الله. تاني حاجة، مين اللي قال لك انك انت هتموت على الاسلام؟ فرعون في اخر لحظة وهو بيغرق قال ايه؟ امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. فكان الرد الان وقد عصيت، وقد عصيت قبل، وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ربنا قال كده، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طولت عليكم سامحوني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في التوبة، وأن يمن علينا بفضله العميم بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومغفرة الذنوب وعتق الذنوب وعتق الرقاب، توبة نصوحة قبل الموت، وسترا قبل الموت، وسترا بعد الموت. اللهم استرنا بسترك الجميل، وأسدل علينا سابغ سترك،
لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اهدنا لأفضل الأقوال والأعمال والأحوال، لا يهدي لأفضلها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. صل اللهم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. قل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ليل الأحبة بدره نور بدا، ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا، قد شدا، والثور بل له التبتل والندى، طاب المساء إذا اجتمعا.